ورشة عمل أقامتها إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص برعاية وزير الداخلية اللواء محمد الشعار في إطار العمل المستمر لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص. بناء القدرات الوطنية والتدريب على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص هو عنوان ورشة العمل التي أقامتها إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص برعاية وزير الداخلية اللواء محمد الشعار في إطار العمل المستمر لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وتعزيز الوعي وتفعيل التشبيك بين الوزارات المعنية والمؤسسات الأهلية ذات الصلة. نحن عم نحاول إقامة تعاون بين الوزارات الأخرى في الدولة مع المؤسسات الأهلية اللي لها علاقة بنتائج جرائم الإتجار مشان نقيم مش من أجل أن نحقق نتائج أفضل في معاملية مكافحة هذه الجرائم. هناك لجنة وطنية عليا لمكافحة هذه الظاهرة موجود فيها كل أجهزة الدولة المعنية بعملية منع وقمع هذه الظاهرة. دوما السياسة الجنائية فيها محور وقائي وفيها محور تجريمي وفيها محور عقابي. تضمنت ورشة العمل التعريف بإدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص والحد من جرائمها وأثارها على الفرد والمجتمع، إضافة إلى التمييز بينها وبين الجرائم الأخرى خاصة في ظل الحرب التي تتعرض لها سوريا. حاضر بدي أعطيها بالندوة تبع مكافحة الإتجار بالأشخاص هو التفريق بين جريمة الإتجار بالأشخاص والجرائم المشابهة إلى. طبعا نحن بنعرف أنه المرسوم التشريعي 3 لعام 2010 اللي إجا نظم عملية مكافحة الإتجار بالأشخاص يعني حدد الجريمة اللي تعتبر جريمة الإتجار بالأشخاص وحدد عقوباتها وطريقة الملاحقة وحدد أيضا الضحية وكيفية حماية الضحية وكيفية ملاحقة الجريمة. الهدف من هذه الورشة هو رفع سوية الوعي بجرائم الإتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها والوقاية منها، حيث أن العديد من المواطنين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء في الخارج قد تحولوا إلى ضحايا لحالات متعددة من الإتجار، إذ يتم استغلالهم عبر شبكات منظمة. جهود كرست لتطويق هذه الظاهرة في المجتمع السوري للعمل على بناء الإنسان من أجل الوطن. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكرم عددا من عناصر قوى الأمن الجنائي في مبنى وزارة الداخلية بدمشق. تقديرا لجهودهم في السهر على أمن الوطن والمواطن، وتقديرا لما يقدمه من الدعم اللازم لضبط كل ما من شأنه أن يمس بمعيشة الشعب السوري، كرمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عددا من عناصر قوى الأمن الجنائي في مبنى وزارة الداخلية بدمشق. وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار ثمن الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة الداخلية، وأكد أن هذا التكريم سينعكس إيجابا على أداء عناصر قوى الأمن الداخلية. أطلب منكم أن تمدوا وزارة التجارة الداخلية بكل المؤازرة والمواكبة والدعم لتقوم بواجباتها على الوجه الأكمل، حماية مواطنينا من أي عبث باستهلاكهم بموادهم التي هي وسيلة أيضا من وسائل تأمين الصمود لشعبنا في هذه الحرب التي تخاض ضد بلدنا الحبيب سوريا. بدوره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وجه الشكر لعناصر الشرطة المكرمين الذين كانوا داعما كبيرا لعمل الوزارة وساهموا في ضبط الكثير من المواد المهربة والفاسدة التي حاول ضعاف النفوس ترويجها في الأسواق. وزارة التجارة الداخلية ووزارة الداخلية إيد بإيد حتى نقضي على كل من يحاول مساس بالأمن الغذائي، مثل وزارة الداخلية ما أنا مسؤولة عن الأمن الداخلي، نحن مسؤولين عن الأمن الغذائي والوزارتين بيكملوا بعضها. بتشكركم جميعا، بتشكر كل شرطي عم يساهم معنا طبعا على مساحة الوطن بكامله، لأنه نحن يوميا في عمل مشترك بيناتنا بكل قرية عم نكون سوا. من جهتهم عناصر قوى الأمن الداخلي المكرمين عبروا عن معنويات عالية وأكدوا على استمرارهم في أداء واجبهم على أكمل وجه في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن كرديف للجيش العربي السوري على الجبهات. عملنا دائم مستمر
بوزارة الداخلية وبفرع الأمن الجنائي بشكل خاص لمكافحة الجريمة، إلقاء القبض على المجرمين. ومثل ما بتعرف أنت هلأ بهالأزمة، مو بس نحن دورنا مكافحة الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين، وإنما أيضا تحقيق الأمن الغذائي وسلامة وأمن ومتطلبات المعيشية للمواطن. طبعا نحن هذا التكريم ما هو إلا حافز لإعطاء المزيد من العمل وبذل جهود أكبر لحتى نحقق أمن وسلامة المواطن وحماية ممتلكاته. هذا التكريم طبعا من السيد الوزير، السيد وزير الداخلية والسيد وزير التجارة الداخلية، أعطانا دفع كبير ومعنويات كبيرة. ونحن دائما الحمد لله نحن هذا شغلنا وهذا هدفنا، هدفنا المواطن، هدفنا الوطن دائما وأبدا. لطالما كان عناصر قوى الأمن الداخلي العين الساهرة على أمن الوطن، وهم مستمرون في أداء مهامهم في الذود عن الأمن الصحي والغذائي للمواطن، وفي ذلك تعزيزا لصموده في وجه الإرهاب. وفد روسي من مركز حميميم للمصالحة في طرطوس يزور قرية عين التينة ويوزع بعضا من الحصص الغذائية على أهالي الشهداء والجرحى والمهاجرين هناك. زار وفد روسي من مركز حميميم للمصالحة في طرطوس برئاسة العقيد أليكسي إيفانوف نائب رئيس المركز قرية عين التينة في ريف دمشق، والتقى رئيس البلدية وعدد من أعضاء مجلس القرية، ووزعوا بعضا من الحصص الغذائية على أهالي الشهداء والجرحى والمهجرين هنا. مو غريب ولا بعيد ولا جديد للشعب الروسي الصديق اللي عان وأوصى بالشعب السوري والوطن تبعنا وطن سوريا اللي احتاج الصداقة تبعهم بهالوقت هذا. بدورهم الأهالي شكروا هذه المبادرات الروسية التي من شأنها تعزيز صمود ومقاومة الشعب السوري. الله يحميهم، شكرا. الله يحميهم مثل ما اشتغلوا مع سوريا وحموا سوريا، ربي يحميهم هني ورئيسهم. الله يكون معهم يا رب، ويأخذ بيدكم ويحميكم ويقويكم، يأخذ بإيدكم والله ينصرنا يا رب. جملة من المواقف السياسية والعسكرية والاجتماعية والإنسانية، تلك التي تترجم روسيا دعمها للشعب السوري عبرها، مواقف تسهم حتما بتعزيز الصمود والمقاومة حتى تحقيق النصر الأكيد. إخلاء سبيل 40 موقوفا تمت تسوية أوضاعهم نتيجة لجهود ومساع كبيرة بذلتها الجهات المعنية في المحافظة. 40 موقوفا أخلي سبيلهم في حماة بعد تسوية أوضاعهم نتيجة لجهود ومساع كبيرة بذلتها الجهات المعنية في المحافظة، ممثلة بوزارتي الداخلية والعدل واللجان الأهلية للمصالحة الوطنية. محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري لفت خلال إخلاء سبيل الموقوفين إلى صدور العديد من مراسيم العفو خلال السنوات الماضية، والتي استفاد منها كثير من الموقوفين والمغرر بهم ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في إعادة إعمار ما خربته التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الوطن. أن حضن الوطن يستوعب الجميع، والدعوة مفتوحة لكل من غرر بهم للعودة إلى حضن الوطن وإعادة بناء سوريا الحديثة القوية. حاليا تعداد مخلص سبيل 40 موقوف لمحكمة قضايا الإرهاب. تم دراسة أوضاع كافة المساجين سواء الميدانيين منهم القاصرين ومنهم البالغين أو المحالين إلى محكمة الإرهاب حتى بما فيهم المحكومين. فخلصت اللجنة إلى عدة مقترحات، من هذه المقترحات تباعا يتم إخلاء من رأت اللجنة أنه من الممكن أن يعود إلى حضن الوطن. الموقوفون المخلى سبيلهم بدورهم تعهدوا بعدم ارتكاب أي أعمال أو ممارسات من شأنها المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين. نتمنى أنه يرتدوا للوطن ويرجعوا للوطن. الله يفرج على الجميع، إن شاء الله الله بيصلح الحال جميع إن شاء الله يا رب. الجدير ذكره أنه منذ تشكيل اللجنة 807 في شهر حزيران الماضي من العام الجاري، أقرت اللجنة بإطلاق سراح 340 موقوفا بعد تسوية أوضاعهم.